المرأة الواقع مصدر الحنان. لمسات المرأة بالبيت تضفي على البيت غبطة ورحمة وشفقة. وأكثر من هذا يقول إذا رجع أحدكم إلى البيت وفي يده طعام فليبدأ بالأناث قبل الذكور، يريد يعوضها. اللون من النظرية العاقة اللي انتشرت عندنا، يقول عوضها لهاي البنت. شنو ذنبها هاي أنه الآن هاي تشعر بأن الولد لمجرد أن ذكر هو مميز؟ ليش؟ ها؟ هو أنت إذا أكو واحد يصلح أو يفسد، هو المجتمع اللي جعلها مفسدة أو جعلها صالحة. يعني أنت غريب مثلا لما تجي إلى بعض المفسرين تلقاه يمر بقوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول مقصود بالسفهاء النساء. شيء غريب يعني، فقيه. يقول له أنت شلون، ليش تفترض أن المرأة من السفهاء؟ ليش؟ المرأة نصف المجتمع، المرأة مربية المجتمع. يعني الأسرة مدينة للمرأة، إذا كانت الأسرة مدينة للمرأة والمرأة مربية، أنت إذا تفرض أنها شفيهة إيش تفترض يعني؟ إذا تفرض أنها شفيهة، ها؟ يعني أنت تفرض أن المجتمع شفيه، ما في شك في هذا. لأنه أنت إذا عرفت أنها هي المربية وأنها شفيهة، النتيجة شنو؟ النتيجة أن المجتمع شفيه. هاي المرأة واهبة المجتمع، هاي المرأة اللي استطاعت أن تمر بساعات، وشلون ساعات هي؟ هاي ساعة الحمل والولادة والوضع من أفدح الساعات، ولذلك الإسلام يعطيها حكم الشهيدة إذا ماتت بالنفاس. إذا ماتت بالنفاس يعطيها آثار وثواب الشهيدة، لأن المرأة الشهيدة إنما تستشهد في سبيل شنو؟ المجتمع، دفاعا عن المجتمع. هاي هم إذا ماتت على الولادة يعني ماتت دفاعا عن المجتمع، لأن جاي تمد المجتمع، هي اللي تمد المجتمع تمد المجتمع بالامتداد الطبيعي. بطبيعة الحال هاي حكمها حكم الشهيدة.